نعم. صباح الخير، ما بغيتي تردين علينا؟ ليش أرد عليك؟ عشان تغثني برمستك؟ أنا وايد آسف، بس ترى اللي فهمتيه هذا كله غلط. مو مهم اللي فهمته. وكنت أبغى أقول لك إن شوية أهلي مستعيلين على العرس، وأنا ما كملت دراستي وبس. مو بشي يا حمد، أنت حسستني إني أنا اللي ضغط على أهلي عشان نملك بسرعة. متحسبين هذا يضايقني؟ بالعكس هذا وايد يفرحني. لا، بابا أنا اللي أنسى يا حمد. اللي ينسوهم اللي تفرفرون في لندن، ترى يقولون من غاب على العين يغيب على البال. صدقيني من أخلص دراستي بايج سباحة.